بيكو في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. لو أنتوا لسه جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان في كل مرة أنزل فيها فيديو جديد يجيلكوا بنوتيفيكيشن. لكل الناس اللي حابين ياخدوا كورسات إيطالي أونلاين معايا، سواء أنت بتدرس في جامعة إيطالية أو ناوي تدرس إن شاء الله مع بداية الترم اللي هو هيبتدي في شهر 9، أو لكل حد عايش في إيطاليا وبيشتغل هناك ومحتاج اللغة علشان يتواصل مع الناس، ولو أنت مثلا عندك رئيسك في الشغل إيطالي، وكمان لكل أم وكل أب ولادهم في المدارس الإيطالية. طبعا اللغة مهمة جدا علشان المدرسات اللي بتبعت لكم الواجبات وبتبقوا محتاجين إنكم تفهموها، ومحتاجين كمان إنكم تروحوا الاجتماعات بتاعة الآباء تقدروا تاخدوا كورس إيطالي أونلاين معايا. الكورس بشرح فيه القواعد اللغوية طبعا، وبنعمل محادثات لأن المحادثات مهمة جدا علشان تقدر تتواصل مع كل الحاجات اللي أنا قلتها دي. كمان الكورس أونلاين، يعني أنت مش محتاج إنك تنزل وتضيع وقت في المواصلات رايح جاي، انت بتبقى قاعد في البيت بتاخد الكورس. ببعت لك الكتب كمان نسخة إلكترونية، والكورس بيكون لوحدك علشان الناس اللي هي بتتكسف في الاول كده، الناس بتكون مكسوفة ان هي تتكلم ايطالي، بس الكورس لوحدك خلاص. وخاصة كمان ان عقبال ما تشد هو الكورس كده او كده لوحدك من الاول للاخر ماشي. بس كده التفاصيل تقدروا تبعتولي على حسابي على الفيسبوك والانستجرام علشان ابعت لكم نظام المحاضرات والأسعار. يلا بينا كمان يلا بينا نكمل الأسئلة بتاعتنا، وحضروا الورقة وقلم واكتبوا ورايا، ويلا بينا كمان نحسن اللغة الإيطالية بتاعتنا. زي ما انتوا عارفين ان انا كنت اشتغلت اول 50 سؤال، النهاردة برضو هنكمل الأسئلة بتاعتنا، هما 200 سؤال، وهنشوف. يعني انا المرة اللي فاتت وقفت لحد رقم 50 علشان ما حبيتش اطول في الفيديو، بس هشوف النهاردة هيجوا معانا كام، هل هيبقوا 50 60 اقل. يلا بينا نبدأ. هنا دلوقتي عندنا كي جورنالي ليجي دي سوليتو، كي جورنالي ليجي دي سوليتو، ايه هو الجورنال اللي انت بتقرأه عادة؟ تي بياتشي لا ليتورا، تي بياتشي لا ليتورا، هل بتحب القراءة؟ كوالي تيبو دي ليبري تي بياتشي دي بيو، كوالي تيبو دي ليبري تي بياتشي دي بيو، يعني ايه هي نوع الكتب اللي بتحب تقرأها اكتر؟ Che cosa mangerai a pranzo? Che cosa mangerai a pranzo? يعني ماذا سوف تأكل على الغداء؟ ناخد بالنا إن mangerai هنا متصرفة في الفوتورو. Quali sono i pasti del giorno? Quali sono i pasti del giorno? ما هي وجبات اليوم؟ Ti piace mangiare a casa o fuori? Ti piace mangiare a casa o fuori? أمي لموز، هل تحب إنك تأكل برا المنزل أو بالمنزل؟ فوري كازا يعني برا المنزل. أمي لموزيكا إيطاليانا، أمي لموزيكا إيطاليانا، هل تحب الموسيقى الإيطالية؟ كوال إي التو كانتانتي بريفيريتو، كوال إي التو كانتانتي بريفيريتو، ما هو مغنيك المفضل؟ كانتانتي المغني. Quali sono le tue canzoni preferite? Quali sono le tue canzoni preferite? Ma هي أغانيك المفضلة. Queste canzoni sono canzoni arabe o italiane? هنا معلش غلطة مطبعية، هي queste. Queste canzoni sono canzoni arabe o italiane؟ يعني الأغاني دي هل هي أغاني عربية أم إيطالية؟ Hai fratelli o sorelle؟ Hai fratelli o sorelle؟ هل لديك إخوة أو أخوات؟ Che cosa lavora lui lei؟ Che cosa lavora lui lei؟ ماذا يعمل أو ماذا تعمل؟ Dove lavora lui lei؟ Dove lavora lui lei؟ أين يعمل أين تعمل؟ Lui lei è grande di te؟ هل هو أو هل هي أكبر منك؟ Hai un animale domestico؟ Hai un animale domestico؟ هل لديك حيوان أليف؟
piacciono gli animali domestici? Ti piacciono gli animali domestici? هل تحب الحيوانات الأليفة؟ Dove sei nato? Aina ولدت؟ Dove sei nata? Aina ولدتي؟ Quando è il tuo compleanno? Quando è il tuo compleanno? Matà yakun عيد ميلادك؟ Di solito che cosa fai nel giorno del tuo compleanno? Di solito che cosa fai nel giorno del tuo compleanno? Adatan, ماذا تفعل في يوم عيد ميلادك؟ Dove festeggi? Dove festeggi? Aina تحتفل؟ Con chi festeggi? Con chi festeggi? Ma من تحتفل؟ Da solo o con la famiglia? Da solo o con la famiglia? بمفردك أم مع العائلة؟ Ti piace festeggiare il compleanno con la famiglia o con gli amici? Ti piace festeggiare il compleanno con la famiglia o con gli amici? هل تحب الاحتفال بعيد الميلاد مع العائلة أم الأصدقاء؟ Ricordi un regalo che era speciale? Ti ricordi un regalo che era speciale? هل تتذكر هدية كانت مميزة؟ Che era questo regalo? Che era questo regalo? ماذا كانت هذه الهدية؟ Sei figlio unico? هل أنت الابن الوحيد؟ Sei figlia unica? هل أنت الابنة الوحيدة؟ Che lavoro vorrai fare dopo l'università? Che lavoro vorrai fare dopo l'università? Ma l'amal allazi targhab bil qiyam bi ba'd al jami'a? Vorresti cominciare a studiare all'università? Vorresti cominciare a studiare all'università? Hal targhab fil bid' bil dirasa bil jami'a? Che cosa vorresti studiare? Che cosa vorresti studiare? Ma allazi turida dirasatahu? Che lavoro fanno i tuoi genitori? Che lavoro fanno i tuoi genitori? Maza ya'mal walidayka? Ti interessa di cucina? Ti interessa di cucina? Hal anta muhtam bil tabkh o bil matbakh? Perché ti interessa la cucina? Perché ti interessa la cucina? Limaza tahtam bil matbakh? Qual è il piatto tipico egiziano? Qual è il piatto tipico egiziano? Ti interessa della moda italiana? Ti interessa della moda italiana? Hal bituhimmak al moda italiana? Conosci il nome di uno stilista italiano? Conosci il nome di uno stilista italiano? Hal ta'rif ism musammam azya italy? Chi è questo stilista italiano? Chi è questo stilista italiano? Man yakun hadha al musammam al italy? Parli lingue straniere? Parli lingue straniere? Hal tatahaddas lughat agnabiyya? Quando hai cominciato ad imparare l'italiano? Quando hai cominciato ad imparare l'italiano? Meta badata dirasat allugha al-italiyya? Ti interessa di musica? Ti interessa di musica? Hal tahimmak al-musika? Che cosa regali a Natale? Che cosa regali a Natale? Ma l'hadiyya allati ahdaytuha fi Eid al-Milad? Quali grandi città italiane hai visto finora? Quali grandi città italiane hai visto finora? Ma هي المدن الإيطالية الكبرى التي زرتها حتى الآن؟ Finora, حتى الآن. Hai amici in Italia? Hai amici in Italia? هل لديك أصدقاء في إيطاليا؟ Conosci specialità piatti italiani? Conosci specialità piatti italiani? هل تعرف أطباق إيطالية؟ Quali sono i piatti italiani? Quali sono i piatti italiani? Ma هي الأطباق الإيطالية؟ Che cosa ti piace in Italia? Che cosa ti piace in Italia? Ma الذي تحبه في إيطاليا؟ Hai un cane? Hai un cane? هل لديك كلب؟ Ti piacciono i cani? Ti piacciono i cani? هل تحب الكلاب؟ Perché? Perché? ولماذا؟ Colori preferisci? Che colori preferisci? Ma اللون الذي تفضله؟ Quali sono i colori? Quali sono i colori? Ma هي الألوان؟
Che ore sono adesso? Che ore sono adesso? كم تكون الساعة الآن؟ Qual è il tuo maggiore difetto? Qual è il tuo maggiore difetto o qual è? اللي هو ما عيبك الأكبر، difetto اللي هو العيب في الشخصية. Qual è la tua maggiore virtù? Qual è la tua maggiore virtù? ما هو الشيء الجيد في شخصيتك؟ Dove ti piacerebbe viaggiare؟ يعني أين تود السفر؟ Secondo te، في رأيك، هل من السهل organizzare un viaggio؟ تنظيم رحلة؟ Che cosa udi nella vita؟ Che cosa udi nella vita؟ ماذا تقرأ في حياتك أو في الحياة in generale؟ دول كانوا 50 سؤال زي ما قلت لكم، على حسب، خلينا ماشيين 50 50 كمان عشان الفيديو ما يطولش. اوريدي الفيديو برضو حوالي 10 دقايق. ان شاء الله المرة الجاية نكمل باقي الاسئلة دي زي ما احنا شايفين كده، وبكرر ان الاسئلة دي مش هيخرج اي امتحان شافعنا. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، تعملوا شير كمان للفيديو، واستنوني فيديوهات تانية كتير. تشاو توتي.